المرحلة التحكيمية إن أمكن يا طارق لا قبل وصل الحديث. لا يعني بكل صراحة أشوف يعني هذه لقطة تسلل. لا هذا التسلل نعود نشوفوها يعني شفناها يعني بكل صراحة عدة مرات. لعب اللاعبين الاثنين اللي كانوا في وضعية التسلل لم يشاركوا في اللعب. شوف لي سجل براسه وين كان. شوف لي سجل براسه وين كان. شوف الحالة حبسها هنايا. شوف حبسها هنا هاي لي. لي سجل هذا اللي وضعية التسلل ما يهمش. وهذاك الاخراني ما بصح لي سجل لي راه منايا هو اللي سجل الهدف. لهذا انا نقول الهدف صحيح لا وجود لوضعية التسلل. ها من الحالات اللي لازم الفار يكون فيها باش وكل ذي حق يدي حقه. واش مسؤوليته؟ مسؤوليه الكاف هي التي لا مانيش نقول حنايا يعني نقول الفار واش يساعد يعني بصفه عامه مانيش راه احنا خاطينا احنا ما من انت تحب دير الفار الكاف ما تقبلكش بالادوار التمهيديه. المهم المولودية تأهلت والمولودية مجبرة على أنها في برا حين تلعب ضد الحكام وضد الكواليس ضد الشيء ماشي غير المولودية ماشي غير المولودية كل هاوليك الكرة الثانية اللي قلت لي مؤثرة ماشي مؤثرة كاين الناس يقولوا لي كاين دو برا ونعم حب الكرة هذيك اللي راحت لي أنا با انترفيري دون لو جو الكرة راحت منا ضرب الجزاء منا لا ماهيش كرة نبولة احنا نديروها كرة معليش هي راه كاين اللي يقولوا نبولة المهم لا تؤثر المهم حتى معليش نديروها الدرس كأنها كرة صحيح حتى ولو تكون كرة ورحت لهذيك الجهة شوف ضرب جر ما تدخلتش مع الكرة الثانية لهذا الآن الفيفا تقول لك أنت بالكرة الأخرى أي واحد يخرج المهم المهم المولودية تأهلت رغم كل شيء رغم بقاء الاتحاد المنستيري في الدفاع رغم هذه الأخطاء التحكيمية المولودية في دور المجموعات شباب الوداد في دور المجموعات النادي الرياضي القسنطي في دور المجموعات وإن شاء الله 4-4 مع اتحاد الجزائر الرابطة المحترفة بعد الفاصل. محترفة بدأناها من هناك من سطيف تكلمنا عن استخدامات الميركاتو ولكن سيامين تكون في سطيف سطيف حكاية أخرى ملعبها عنده حكاية وجمهوره عنده حكاية لما تكون في هذاك الملعب